بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب النهاردة بنجرب طحن الغلة أو القمح على ماكينة ديسك ميل موديل ديسك ميل 230. طبعا احنا عارفين ان اللي هي عليها مطور 3 حصان، وطبعا بنسيب لكم في الوصف فيديو لشرح المكنة شرح كامل، وثمان فيديوهات أو 9 فيديوهات لطحن جميع أنواع الغلال والحبوب والبن والسكر والملح. المكنة طبعا معاها 4 غربال. هنجرب المكنة ونوصل الكهرباء ونرجع لكم تاني. هنشغل المكنة دلوقتي، يلا. طبعا شغلنا المكنة، هنفتح المعيار بتاع المكنة. كفايه مش هنقعد ايه. الطبق كده هنفتح ونشوف الدي اللي طالع. نزل. ايوه بس طبعا زي ما احنا شايفين بودر دي ناعم، مفيش اي خشونه خالص. ايه رايك يا معلم؟ الله ينور. ها؟ الله ينور. ايه رايك يا عم الحاج؟ طبعا معانا طبعا الجماعه جايين ياخدوا المكنه اهو. ده انا عم بتكلم مع عم. بص يا عم الحاج كده. انا عارف المفروض لو جودتها اعلى الغله كانت الضبط اتحطت. كانت جت نوعيه اضافت. شركه عرب جروب. لا يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا معانا لايك وشير للفيديو.